الوباء غادي وتنتشر. دابا تنشوفوا عائلات مجموعين كبار اللي كلشي مريض، تيخرج باش يجيب لهم طريف الخبز وتيدخل ليهم مرض اللي يقدر الله يحفظ يؤدي بالحياه ديالهم. قد ما الناس دخلوا للانعاش قد ما كاين خطر على بلادنا وقد ما ترتفعوا النسبه ديال الوفيات. المبتغى ديال هذا الاجتماع هذا وهو تكون نفس التكفل، نفس لا كاليتي ديال لا بريزون شارج تكون ايدنتيك في السطات في الدار البيضاء في سيدي مؤمن اكسيتيرا. والهدف الثاني وهو كل واحد يهضر على المشاكل اللي تلقى مع المرضى ديالو، فهمتي؟ لان كاينين دابا عندنا تبارك الله عندنا لي ميدسان ديالنا ديال السيكتور بيبليك اللي تزاد عليهم الناس ديال السيكتور بريفي فيهم اساتذه جامعيين اللي يمكن عندهم واحد اكسبيرتيز حتى هما في هذا لو دومين ويمكنهم يساعدوا الاطقم ديالنا. دونك تيهضروا على المشاكل اللي يمكن لهم تيتعرضوا عليها المرضى ديالنا وباش نلقاو لهم الحلول المناسبه. هادشي تيضرنا حنا بزاف خاطرنا، لان كما شتيو لي كوليك ديالنا في لي سيت تنتطاو كورزي ام. دابا راه حنا تقريبا اكثر من 50 يوم او 40 يوم وحنايا خدامين ليل ونهار، زعما ملي تنقولوا ليل ونهار ليل ونهار حتى حنايا تنخليو حياتنا لي دو كوتي، كلشي فوكاليزي فيغ ان سول بوت. ومي تنشوف بان اون بارتي ما غادي نعممش اون بارتي ديال لا بوبولاسيون شويه ما تاخذش هادشي بلو سيريو لا خصو يتخاد بها. تنخرجوا اولا تندوز من حدا شي اماكن تلقى لا سيركيلاسيون كثيره بزاف، تنشوف الناس تيتساروا بحال حتى شي حاجه ما كاينه. هادشي تيضرنا في خاطرنا لان مازال ما مستوعبوش الخطوره ديال هادشي اللي حنا فيه. حنا راه عمرنا ما دزنا من هاد الوباء هكا في المغرب. عرفتي بان الموارد ديالنا قليله، راه الموارد البشريه ولا الامكانيات كلهم الاخرى ديالنا قليله، وخصنا فريمون نجمعوا راسنا، وخص الناس المواطنين يعاونونا ويبقاو في ديورهم وياخذوا كاع الاجراءات اللازمه باش نحدوا من هذا الشيء. حنا دابا تنشوفوا عائلات مجموعين كبار اللي كلشي مريض تيتلاقاو في حفلات عائليه بحال حتى شي حاجه ما كاينه، والوباء غادي وتنتشر. الله يخليكم الله يخليكم، بقاو في ديوركم. هذه الهضره تتسمعوها وتنعاودوا نقولوها وتتحب لكم بان راه غير شعار تيتقال، راه ماشي شعار، راه هذا هو لو موين ديالنا لو بلوز افيكاس باش نحددوا من هذا الوباء هذا. الله يخليكم، جلسوا في ديوركم وخليونا نخدموا باش نعاونوكم حتى حنايا خارجين من ديورنا ليكم، انتم جلسوا في ديوركم. شكرا. بزاف ديال المصحات خاصه عطاو على رهن الاشاره، هنا اشارات الدوله السرير والاطباء والممرضين باش نتكفلوا حتى حنا بالمرضى كوفيد 19. العلاقه طيبه، درنا اليوم واحد الكوميتي تكنيك على الصعيد الجهوي اللي تترأسه السيده المديره الجهويه ديال الصحه، وهاد الكوميتي تكنيك الجهوي هو اش تعطي اقتراحات، تتكلم على التجربه اللي عندنا بالتكفل ديال المرضى، لان كل مصحه لا المستشفيات العموميه ولا القطاع الخاص تتكفلوا بواحد المرضى. دابا وصلنا لواحد بحال المصحه ديالنا عندنا 40 مريض تقريبا، درنا واحد السياسه ديال التكفل بالمرضى اللي اليوم عطات نتائج اللي انسان خصو يكون مفتخر بالبلاد ديالنا، لان تنشوفوا بان واحد النسبه دابا مرتفعه ديال المرضى تتعالجوا. طبعا باقي بالاسف كاين واحد النسبه تقريبا 7% ديال الوفيات، تنحاولوا نلقاو شنو هما الوسائل، احسن الوسائل باش نتكفلوا بالمرضى باش المرضى يبقاو ما يمشيوش للانعاش. قد ما الناس دخلوا للانعاش قد ما كاين خطر على بلادنا وقد ما ترتفعوا النسبه ديال الوفيات. فتنقولوا الوقايه خير من العلاج، اذا اولا التشخيص، ثانيا غير تنلقاو واحد حاله تنعطيوها الادويه لانها موجوده، وزاره الصحه قامت بالواجب دونك ديالها والدوله المغربيه قامت بالواجب ديالها. وخصنا ولا بدا نشكروا المديريه الجهويه ديال الصحه، لان بينات بان ما كاينش اليوم القطاع العام والقطاع الخاص، تنشتغلوا كفئه وحده ديال الاطباء، كفئه وحده ديال الممرضين، كفئه وحده ديال مهنيين الصحه لمحاربه هذا الوباء. الحالات اللي عندنا ولينا تلاحظوا بان عندنا حالات مخالطه عائليه، سيدير عندنا دي فامي اللي فيهم 4 5 حتى 6 الافراد، من اطفال ديال اصغر طفل عندنا لا رضيع في عمره 8 شهور. حنا مصحه خاصه وعندنا مجموعه من الاسره مكونه من اسره عاديه من قسم عنايه مركزه وقسم الانعاش،
وتنكونوا تحت رعاية وزارة الصحة اللي تنتسلموا منها المرضى بطريقة مباشرة. ألوغ البؤر العائلية مع الأسف هذا السبب ديالو في وجهة نظر رئيسي، تيخرج باش يجيب لهم طريف الخبز وتيصدق مدخل لهم مرض اللي يقدر الله يحفظ يؤدي بالحياة ديالهم. هذا هو الميساج الأساسي، جلس في دارك داكشي اللي قسم الله كولو وما تخرجش للدار باش تجيب لهم شي آفة اللي تخرج عليهم كاملين. الإنسان باش يكون مشافى من هذا المرض خاص يكون عنده ما بقاتش سخانة واحد المدة معينة، زائد جوج ديال التحليلات لا بي سي ار اللي تكون نيجاتيف اللي تكون سلبية. اون فوا تيتحقوا هاد الشروط كله فالإنسان إلي ديكلاغي غيغي ويقدر يخرج لدارو ويمشي لدارو، ولكن يتابع دائما شروط الوقايه اللي هو يجلس في دارو الا ما عندوش لاش يخرج، يدير الماسك ديالو ويغسل اليدين ديالو اليجين.